العربي الجديد بودكاست. مليون شخص حول العالم عم بيعانوا كل يوم من الجوع، وبالمقابل 2 مليار تقريبا بيعانوا من السمنة. الوفرة مقابل الندرة، نقيضين كتير مزعج ومستفز استخدامهم بعبارة واحدة، بس أنا تعمدت هالشي. كلنا منعرف إنه ندرة الأكل بتسبب الجوع، بس وفرة الأكل من جهة تانية مشكلة مو أقل أهمية، وما بتسبب بس السمنة، الوفرة ممكن تكون سبب إضافي للجوع حتى عند الأسر منخفضة الدخل. غريب هذا الحكي صح؟ شو جاب الوفرة على الدخل المنخفض؟ وطبعاً رح تقولوا شو منقدر نعمل؟ هذا التوزيع غير العادل للثروات بده تخطيط اقتصادي وتغيير سياسات، ونحن مجرد مواطنين محدودي الدخل مو صناع قرار. صحيح، بس بما أنه رمضان فرصة للتفكير بأنفسنا وبالآخرين، خلينا نبلش نغير عادات بسيطة بتأثر كتير على حياتنا وعلى حياة الآخرين. عن الندرة بزمن الوفرة، أنتوا معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا بهي الحلقة الصيدلاني نبيه عريج، الباحث بمجال التغذية والحاصل على شهادة ماجستير بإدارة الأعمال. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا، يسعد أوقاتك دكتور. بمعظم تاريخ البشرية كان فينا نقول ببساطة إنه الندرة كانت السبب الرئيسي للجوع، بينما اليوم يقال إنه الوفرة نفسها، واللي بتعني طبعا توفر الغذاء من مصادر متعددة، تحولت لأحد الأسباب اللي ممكن تفاقم الجوع. صحيح. قبل ما نشرح شو يعني هذا الحكي، وطبعا ممكن كتار يلاقوه كتير غريب، حابة نعطي المتابعين لمحة كيف انتقلنا من عصر ندرة الطعام لعصر الوفرة. يسعد أوقاتك مرة تانية، والحديث الحقيقة الموضوع اللي عم تنحكى عنه كتير كتير مهم، على رغم أنه على قلة تناوله يعني بوسائل الإعلام أو بين الدارسين. صحيح. خلينا هيك نختصر حديثنا، أو نعطي مباشرة نفوت الناس بفكرة حول هذا التاريخ يعني من ناحية الاقتصادية. لتاريخ البشرية تناوب في فترات طويلة بين الندرة والوفرة حسب التطور اللي صار على الإنسان. يعني خلينا نقول مرحلة الإنسان الصياد كانت هي مرحلة ندرة. إنسان الصياد هو الإنسان القديم، يعني كانت مرحلة ندرة. انتقل لمرحلة الزراعة، صرنا مرحلة الوفرة. هلأ إنشاء مرحلة الزراعة هو أدى لتشكل نظم اقتصادية جديدة، ولكن بشكل عام عانت البشرية من الندرة حتى نهاية القرن 19. يعني نحن رغم أنه كان في اقتصادات زراعية عم تكبر وموجودة، ولكن كان في ندرة بشكل عام حتى نهاية القرن 19، والسبب هو زيادة عدد السكان مع قلة الإنتاج الكافي اللي بيغطي احتياجات الناس. هذا دفع يعني أصحاب القرار بهذاك الوقت أنه لازم نحن نزيد المساحات القابلة للزراعة، وهذا يعني استثمار وعمالة وكلف. هلأ إجا الحل نوعا ما عن طريق الثورة الصناعية وتطور وسائل النقل والإنتاج، وتوفرت الأسمدة الصناعية للزراعة، فهذا أعطى بارقة أمل للشعوب أنه صار في إنتاج زراعي كفي، وهيك صار عنا الإنتاج كتير كبير، وانتقلت البشرية إلى عصر الوفرة. هلأ فينا نضيف شغلة، أنه تغير النظريات الاقتصادية بالخمسين سنة الماضية كمان، وبالذات انتقال الفكر الاقتصادي من حالة الطلب يحدد العرض. يعني نحن كان في سابقا نظرية اقتصادية بتقول انه الناس شو بتحتاج فلازم المنتج يقدمه، بمعنى انه المنتج بيقدم للناس الفكرة اللي هن ممكن يستهلكوها. انتقلت لفكرة معاكسة تقريبا بالاواخر الستينات او السبعينات، اجت فكرة معاكسة وهي اللي قالت انه كل عرض بيخلق طلب، وبالتالي صار المنتج بيقدم الشيء اللي بيلاقيه مربح، بعدين بيخلق احتياج للناس من خلال النشاط التسويقي.
الحقيقة هي الفكرة اللي احنا بنقول من 50 سنة، لكن هي مانا جديدة بشكل مطلق. يعني فبتذكر أنا أحد الفلاسفة اليونانيين رجع مرة من السوق فعم بيسألوه شو شفت، فقال لهم ما أكثر الأشياء التي لا أحتاجها. يعني الفكرة عنده من هذا كتير شغلات أنا ما ممكن أحتاجها. وبدنا ما ننسى أن الوفرة والندرة كانوا سبب لكثير من الحروب، سواء لتصريف المنتج الوفير أو للبحث عن مصادر لتصنيع المواد الأولية. ورغم كل شيء يعني اللي عم نحكيه هذا، فمشكلة الجوع ما زالت موجودة. حتى يعني نحن كلنا بنعرف إنه ما زلنا نعاني من مجاعات في العديد من بقاع العالم، وفي مجتمعات وشرائح اجتماعية بتعيش تحت مستوى خط الفقر. وعلى الرغم من مرور قرن كامل أو أكثر، ما زالت هي المشكلة هي في أولويات المنظمات المعنية. في عام 2013 مثلا، قداسة البابا فرانسيس حكى في مؤتمر لمنظمة الفاو، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، وقال: من الحقائق المعروفة جيدا أن مستويات الإنتاج الحالية كافية، ومع ذلك ما زال الملايين يتضورون جوعا. لاحظ يعني هذا الحكي من قداسة الباب. الأمين العام للمتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 كان في يوم مناسبة الأغذية العالمي، يوم الأغذية العالمي، قال أن الوضع هذا لا يمكن السكوت عليه. في عالم الوفرة الذي نعيش فيه، استخدم كلمة الوفرة تماما، ودعا إلى الالتزام بجعل العالم خالي من الجوع، ولازم كل شخص له الحق بالطعام الصحي. وبالحقيقة حسب إحصائية السنة نفسها 2018، كان في عنا 820 مليون شخص عايشين يعانون من الجوع، معظمهم من النساء، وكان في واحد من أصل 9 أشخاص لا يملك ما يكفيه من الطعام، هذا على مستوى العالم، واحد من أصل 9، بينما كان في 155 مليون طفل عم يعانوا من سوء تغذية مزمن، ممكن يعانوا من آثاره على المدى الطويل، ممكن منها التقزم. والجوع كان يتسبب في نحو نصف وفيات الرضع في أنحاء العالم. يعني حقيقة الأرقام مخيفة للغاية دكتور، يعني نحن عم نحكي عن ملايين الجياع بعصر الوفرة. يعني الفقر اليوم هو السبب الأساسي للجوع، مش ندرة الطعام مثل ما كنا عم نحكي تقريبا بالقرن قبل القرن 19 تقريبا. والفقر أسبابه كتيرة، اقتصادية، سياسية، حقيقة كتيرة وكبيرة، أكتر من أنه نقدر نغيرها نحن أنا وإنت كبشر عاديين، لهيك ما رح تكون محور حديثنا اليوم. بالمقابل دكتور، عصر الوفرة نفسه أفرز العديد من عادات الاستهلاك الخاطئة اللي بتساهم بشكل غير مباشر بمفاقمة جوع الفئات الفقيرة. الوفرة قد تسبب الندرة من منظورين، نفسي واقتصادي. خلينا دكتور نبلش بالحديث عن علم نفس الوفرة. هلا ما رح أقدر كتير نفصل فيه، لكن خليني أحكي لك بعض النقاط عن هاي القصة. هلا عصر الوفرة سبب تغير في اسمه سلوك الاستهلاكي للمجتمعات، أو بنسميه الكاستمر بيهيفير. فصارت تميل هاي المجتمعات إلى الهدر كتير. ليش؟ وجود المنتج قدامنا بيدفع الناس إلى قلة الادخار، لأنه بينجذبوا نحو تجربة ما يوجد، وفي شيء اسمه غراء الجديد. هلا ما عندهم الوعي بأنه زيادة الاستهلاك يعني ضغط على مصادر المواد، لأن إحنا ما نستهلك مواد أكثر، فنحن عم نستنزف المواد الأولية اللي عم تجي بشكل الطبيعي، وبالتالي على المدى البعيد نحن رح نصير عنا ندرة. وإذا ركزنا على موضوع التغذوي رح نشوف إنه سلوكيات الزبائن تكون باتجاه الأغذية غير الصحية غالباً، لأنه هي اللي عم تكون متوفرة وطيبة وسهلة وسهل الوصول إليها، وهي ناحية كتير هامة. إنه الفئات المجتمعية بشكل عام عرضة بتكون لممارسة الهدر بشكل أو بآخر، بكل حالات الانتعاش الاقتصادي أو الركود الاقتصادي. كل الفئات المجتمعية حقيقة دكتور، هي النقطة كتير مهمة رح نرجع لها لاحقا بالحديث، بس خلينا نركز حاليا على علم نفس الوفرة، اللي هي إنه الناس غالبا بحالات الوفرة، وهو يعني شيء فطري إنساني، يعني متجذر بنفسنا البشرية، إنه الناس ميالين لعدم الإحساس بمحدودية الموارد أثناء بحالات الوفرة. صحيح. والحقيقة دكتور، بعملية بحث بسيطة منلاقي بالأرقام تجليات هذا المفهوم النفسي على أرض الواقع. يعني تخيل دكتور، بتقرير للأمم المتحدة عام 2015 ورد أنه ثلث الغذاء بالعالم كل سنة، تخيل ثلث الغذاء بيتم التخلص منه، وأحد أهم الأسباب هو عادات الاستهلاك الخاطئة مثل الهدر والإقبال على الشراء بكميات فائضة عن الحاجة. دكتور، اقتصادياً
حكينا شوي نحن، حابة نتوسع اقتصاديا شو آثار هي العادات الخاطئة؟ كتير عظيم. هلأ الحقيقة رح أضيف لك على المعلومة اللي حضرتك تفضلت فيها شغلة، أنه أحيانا الهدر أو التخلص من المنتج بيكون كمان هو سياسة شركات للأسف للحفاظ على سعر المنتج اللي هنا عم بيقدمه، وهي موجودة وبترجع فيه موجودة كتير كلاما هذا الحكي، أنه بعض الشركات اللي بتنتج مواد معينة بتتخلص من إنتاج إذا كان وفير من شان ما ينزل سعر هذا المنتج بالسوق. بشكل عام الأثار الاقتصادية للسلوكيات الاستهلاكية هو استنزاف موارد الإنتاج، هاي بالدرجة الأولى، يعني مثل الأرض الزراعية، مصادر الطاقة، هذا بيخلينا في وقت ما نعود إلى ندرة هاي المصادر، وبالتالي ينشأ عنه قلة في توفر الاحتياجات. لما بتتوفر بصير في عنا قلة بتوفر الاحتياجات، المؤسسات المنتجة رح تقل أرباحها، وبالتالي رح تعمل تتخفض الأجور وتسرح العمال. لما تسرحوا العمال فبالتالي ينخفض معدل الإنفاق داخل المجتمع، وهذا بيدخلنا بحالة من الركود، يعني لأنه بسبب قلة الدخل صار عندنا حالة ركود اقتصادي. النقطة الثانية هو هدر للمال مقابل المشترين، يعني المشتري عم بيصرف المصاري وما بيستفيد منه، وبالتالي صار في ضعف على القدرة على الادخار، يعني يصمد لبعدين. هلا لما صار ما في ادخار بالتالي ما عاد في استثمار، لأنه يعني بالنهاية الاستثمار بيجي من الأموال المدخرة. صحيح. فنحن لما ما ادخرنا ما استثمرنا ما وظفنا أموال. تراجع الاستثمارات يعني تراجع في فرص العمل المتوفرة، لأنه أنا لما بستثمر مصاري بدي ناس تشتغل معي، لما صحيح. أنا ما راح استثمر معناته ما جبت ناس تشتغل معي. وبالتالي ما فينا نقول إن التبذير عم يحرم شخص من فرصة الاستفادة من المنتج، هاي بالدرجة الأولى، وعلى المدى المتوسط بيقود هذا السلوك لجوع في مكان آخر ولو بعيد عنا. أما على المدى الطويل فهو ممكن يسبب جوعنا نحن بالذات، أو ممكن يسبب جوع أجيالنا اللي جاي من بعدنا الأحفاد. كتير كتير مخيف هذا الحكي، يعني نحن منسلك بحياتنا سلوك كتير منشوفه بسيط وهو سلوك كتير ذاتي، ومنفكر إنه آثاره حتكون علينا. بالحقيقة نحن جزء من دورة متكاملة، دورة اقتصادية. يعني الشيء اللي حكيته دكتوري بيعني إنه لما نحن منشتري أشياء فائضة عن حاجتنا، قد ايه هذا السلوك بسيط، هذا السلوك ممكن نكون عم نتسبب فيه من دون ما نعرف تفاقم جوع شخص آخر بأي مكان من العالم. وإذا استمرينا على هذا المنوال، من المتوقع أن العالم رح يحتاج كمية أكل أكبر بنسبة 50% بحلول عام 2050، وهالشي بيهدد بحسب بعض التوقعات بعصر ندرة جديد. دكتور، حكينا ببداية الحلقة إنه علم نفس الوفرة، يعني الميل للهدر بحالات الوفرة، مش حكر على الفئات الغنية، وإنما لوحظ حتى بالأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. يمكن البعض يحس هذا الحديث مزعج وغير منطقي، بس الحقيقة إنه الأبحاث ركزت على هي الفئات تحديداً لعدة أسباب. أولها إنها بتشكل الفئة الأكبر بالعالم، وبالتالي ضروري فهم السلوكيات المنتشرة فيها. تاني الأسباب إنه اللي عم نحكيه هو مش اتهام، وإنما سلوك إنساني عام. ثالثا والأهم إنه هي الفئات هي الأكثر تأثرا بسوء إدارة الموارد، ورغيف الخبز ممكن يكون ثروة بالنسبة لإلها. دكتور، لكل هي الأسباب وأهميتها حابة نعطي مثال واقعي أو عدة أمثلة واقعية على هذا الحكي. كتير حلو سؤالك، كتير حلو، لو أنه كان شوي جوابه رح يكون شوي طويل، لكن يعني إن شاء الله الناس تستفيد من الحكي اللي رح نحكي إن شاء الله. بشكل عام يعني نعرف نحن أنه الفئات الفقيرة بتروح بتشتري منتجاتها بالجملة من أجل التوفير. هلا العمليه هي نحن حكينا انه في وفره بالمجتمع او بالاقتصاد، هلا في شيء اسمه الوفره الصغرى خلينا نسميها هي، اللي هي انا لما بروح بشتري منتجاتي بالجمله انا جوات بيتي صار في وفره صغرى، وبالتالي انا لما بشوف قدامي امامي بالمنزل منتج ما بكميه كبيره بميل لاني استهلك منه اكثر. هي مثال يمكن الناس ما بتحس فيه لكن يمكن عم تشعر فيه على المدى الطويل، انه هو لما بيشتري بالجملة عم بيستهلك اكثر. صحيح. في واحدة من الشغلات مثلا انه استهلاك الوجبات السريعه
احد اسبابه ما حدا بيخطر له مثلا، وسبب الاستهلاك الاعلى فيها هو انتشار المحلات باماكن قريبه من السكان. طبعا كل العالم بتدور على استثمارها بانه يكون في حركه، وبالتالي نحن بنشوف انه حتى البلدات الصغيره، المدن الصغيره، مو بس ببرا وحتى عنا، بتلاقي ما في بلده الا فيها مثلا محل ببيع اكل سريع فاست فود، وبالتالي بيصير في استهلاك على شيء هو بالاساس غير مفيد وهو هدر للمال على حساب الأكل المنزلي اللي هو أقل كلفة اقتصادية وأكثر فائدة صحية. صحيح. ودكتور بأحد الأبحاث اللي تشاركنا فيهم أنا وإنت، لوحظ بأنه أطفال الطبقة محدودة الدخل بالبرازيل يلي جنب بيوتهم في محلات بيع أكل سريع قريبة، صح، لوحظ انتشار أكبر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، سمنة، أمراض القلب إلى آخره، السمنة. صحيح، بسبب أنه إقباله، أنه صار الوصول لهذا المنتج سهل، يعني سهولة الوصول للمنتج. صحيح. هلأ في شغلة تانية، أنه العائلات الفقيرة بشكل عام تعتمد مشترياتها على الأماكن الأقرب مشان توفر نفقات المواصلات. يعني بتحاول أن تشتري من الدكان القريبة خلينا نسميه، وهي أحيانا ما بتقدم المنتج الجيد ولا بتقدم المنتج ذو السعر الجيد، لأنه بيكون في كمان نوع من الاستغلال خلينا نسميه، أو أنه بيكون في انتقائية باختيار المواد حسب الناس الموجودة حواليهم، وهذا بيأثر على نفقاتهم. كمان هذه النقطة الثانية. خليني إذا بتحبي يتوسع أكثر شوي ونحكي باقتصاد أكثر. هلا نحن المجتمع بنقسم لثلاث فئات، غنية، متوسطة، وفقيرة. هلا المحرك الأساسي للاقتصاد دائما اللي بيعرفوها هني رجال الاقتصاد والباحثين بهذا المجال هي هي الطبقة المتوسطة. لأنه الغنية أول شيء نسبتها قليلة، وهي بالأساس بتنفق وبتبذر، يعني سواء كنا بحالة وفرة أو ندرة هني وفر عني معها، بحالة الانتعاش والركود هني وفر عني معها. صحيح. ناس معها مصاري بتستمتع بقدراتها على الإنفاق، وأحيانا حتى بيكون في غيرة ومنافسة بيناتهم، هذا بنسمع عنه كثير إنه فلان اشترى هيك فأنا بدي اشتري مثله، فلان عمل عزيمة فأنا بدي أعمل مثله. هلا هي الفئة ما بدها كثير شرح، لأنه السلوك مفهوم بالنسبة للجميع. الفئة المتوسطة سلوكها بحالة الوفرة بميل إلى التبذير، لأنه مثل ما قلنا من شوي أنه هي ميالة للتجربة وبتنجذب للجديد، بس عندها قدرة مالية معقولة خلال انتعاش الاقتصادي. كنا عم نحكي لشيء المحرك الاقتصادي أساسا أن قدرتها المالية مقبولة، فهي ميالة للصرف. هلأ خلال الركود هون بتجي عنا تخضع لحالة تسمى تأثير قلم الحمراء. طب شو يعني هون قلم الحمراء؟ الحقيقة هو منظور اقتصادي بيقول أن الفئة المتوسطة بتحاول إرضاء نفسها أثناء الأزمات بالإنفاق على الأشياء الكمالية ذات السعر المنخفض. انتبهتي للفكرة؟ باعتبار أنه هذا الشراء، أنا لما بروح بشتري شغلة كمالية سعرها مقبول أو منخفض، بحسن لي من مزاجي وبيعطيني رضا عن الذات. فمثلا أنا مثلا بظل الأزمة الاقتصادية أو الركود أو حالة الضعف الاقتصادي، أنا ما بقدر روح أقضي الصيفي إجازة بالصيف مثلا على البحر، بس بيجي بعوض بإني روح على المطاعم. تعتقد دكتور أصلا مسمى ألم الحمرة مستوحى من زيادة الإقبال على استهلاك مستحضرات التجميل بفترات الحروب، يعني بفترة الأزمة الاقتصادية اللي صارت ببداية القرن العشرين، قدام 21 تماما، صار استهلاك على منتجات التجميل لسبب غير يعني مبرر، وكان هو التقييم الاقتصادي اللي هو هذا. هلا الفئة الفقيرة هي الفئة الثالثة، هي بتسعى بشكل أو بآخر لتأمين نفسها، وأنها بدها تحس بالأمان الغذائي، وبالتالي بتتجه للشراء بالجملة توفير النفقات، وهذا اللي حكينا عنه، بالتالي بتوفر كمية كبيرة من المنتج في المنزل، بيعطينا حالة الوفرة الصغرى، بيتعامل معها الأفراد داخل المنزل بالتبذير، وهذا بدلا من التوفير بالنفقات، وهذا بالتالي بنلاقي أن المجمل عم بيصير في هدر الأموال عم بتصب في جيب المنتجين. هلأ المنتجين، هلأ في عنا هون شو دور الشركات أو الباعة أو المسوقين، كيف بيخلوا الناس تزيد استهلاكها؟ بالحقيقة في مثل بسموها حيل، مثلا نجي من قلك عبوة عائلية من العصير أو عبوة عائلية من المشروبات الغازية، فأنا بيجي بروح بشتريها كلها، بدل ما أشتري عبوة صغيرة أو عبوتين صغار فأنا بشتري العبوة الكبيرة مشان أوفر مصاري. الحقيقة هو دفع مبلغ أكبر، لكنه هذا المنتج رح يستهلكه بنفس الفترة اللي هو بيستهلك فيها العلبتين الصغار، وبالتالي صار عنده صرف مصاري. مثال خلال الدعاية والتسويق، عندك شركات المستحضرات مثلا الشعر، هلأ هي ما بتقلنا حطوا كمية كبيرة من الشامبو مثلا،
بس لما بتلاحظي بتتابعي بالدعايه بتشوفي الشخص اللي عم او الممثل او الممثله لما عم بيأدي المشهد الترويجي بحط كميه كبيره من هذا المستحضر، وبالتالي انا انزرعت الصوره بدماغي وهذا بيصير عندي سلوك لا واعي. لما بشتري هذا المنتج رح استخدم بنفس الطريقه. بعطيكي امثله كثير عني، مثلا اذا بتشوفي دعايه الشامبو، دعايه المعجون الاسنان، دعايات العلكه، كلها بتشوفي انه بحطوا كميات كبيره. صحيح. بنضيف شغله وان شاء الله تفيد الناس، لما بيروحوا بتسوقوا بمحلات التسوق الذاتي خلينا نسميها، او بسموها المولات يعني، اللي بتاخذ عربايه او بتتفتل انت فيها وبتاخذ اغراضها. اول شغله بيعملوها بحطوا موسيقى هاديه. ثاني شغله بيعطوا درجه حراره مياله للبروده، مو باردة ميالة للبرودة، يعني بشكل أو بآخر هن عم بيعملوا جو مريح داخل المكان. لما بيكون الجو مريح فالإنسان بيصير هيك ريلاكس وبيقضي وقت أطول داخل الصالة. طالما أنت عم تقضي وقت أطول يعني عم تتعرض تشوف مناظر الأشياء والمعروضات والمنتجات قدامك، وبالتالي بتصير ميال أكثر أنك تشتري. صحيح دكتور. بالمطارات حتى بالمطارات منلاحظ تصميم المطارات، يعني المطارات تتصمم على أساس بأنه تنحط الأسواق بأماكن يعني ضمن متناول اليد، خلينا نقول متناول اليد والتجول. لا شوفي حتى في شغلة بيعملوا لك إياها المحلات هاي، أنه بيغيروا أماكن الأشياء وترتيبها داخل المكان أو الصالة. طب هاي شو لها دور؟ انا لما بكون بيجي على نفس المول بشتري نفس الغرض، فانا لما بفوت بعرف مكان بروح باخده وبطلع، بيجي هني بيغيروا لي محله لحتى انا ادور عليه. لما دورت عليه يعني انا رجعت طلعت اكثر على بالصاله، طلعت اكثر على اشياء المنتجات اخرى بالضبط، وبالتالي انا بلفت نظري شيء ثاني. هلا من الحيل كمان بحطوا الاشياء اللي ثمنها مثلا ضعيف او قليل بحطوها بجانب الكاشير عند المحاسبه. طب من شان هو طالع آخر شيء هو عم يدفع، فممكن يمد إيده ياخده معطر أنه يلا رخيص مناخده على رأس البيعة، من هذا ما له قيمة مناخده معنا. صحيح. هلأ منتجات الأطفال مثلا بتلاقيها على الرفوف المنخفضة على مستوى نظر الأطفال، حتى بيرتبوا المواد اللي ربحيتها عالية برفوف ملفتة للنظر بأماكن تكون قريبة لنظر الشخص وتكون واضحة تماما، بينما المواد الأقل ربحية بتكون مخفية شوي من شان يخلوك تدوري عليها كمان. صح. رح ضف لك كمان معلومة تانية وثالثة، بقول لك إنه الموظفين داخل هاي السوبر ماركت أو هاي المحلات إذا بتسأليهم ما بيروح بيجيب لك الغرض، هو بيقول لك هنيك تلاقيه. منضف لك كمان نقطة إضافية، في أحياناً أشخاص وظيفتهم يحملوا السلة أو يمشوا السلة والعرباية ويعبوا منتجات، هن موظفين هدول شغلتهم بس يخلوك يدفعوك العامل الغير، إنك تشوفي واحد معبي السلة وأنا سلتي ما فيها غير غرضين، لا طب حط لي غرضين ثلاثة بعد. هذا بسلوك لا واعي عم نتصرفه للأسف، عم يكون للأسف كل شيء غير ما عم نحس. صحيح، كل شيء محيط فينا عم يدفعنا للسلوك الاستهلاكي. يعني حاب أذكر مرة تانية دكتور إنه الغاية من كل هذا الحكي يعني تركيزنا على تأثير الوفرة على الفئات المختلفة هو زيادة الوعي لتحسين حياتنا على أمل يتغير الواقع البشع. بنقول يا رب. دكتور عصر الوفرة من جهة تانية ساهم بانتشار كتير أمراض مزمنة خاصة عند الفئات المقتدرة، كمان ضروري نضوي على هي النقطة. كتير كمان كتير مهم نحكي عن شو أدت إلى الأمراض. هلأ أنا بحب ركز أول شيء على موضوع الأطفال. لأن النمط الغذائي اللي نربيهم عليه رح يكون هو نمط الغذائي لما يكبروا، يعني مثل ما مثل معروف عنا يعني اللي بيربع شيء من شاب على من شبع شيء شاب عليه. صحيح. احيانا بتكون فعلا ممارسات خاطئه بتغذيه الطفل، مثلا بوفره الطعام انه في اكل كثير فبالتالي بياكل زياده، فبالتالي بيصير فيما بعد عنده نهم من الاكل. ممكن استخدامه كوسيله تعبير عن الحب، نحن بنعرف انه الام مثلا او الاهل عمات الخالات بيجيبوا للولد لأنه فايتين على البيت عنده طفل صغير فبيجيبوا له معه أكلات طيبة، هذا تعبير عن الحب، وغالبا هي الأغذية غير صحية وهذا بيخلي عند الطفل نوع من النهم لهي الأكلات. كأن العامل النفسي لما نستخدم الأكل وغالبا الأكل غير الصحي كوسيلة مكافأة على سلوك معين، إذا بتعمل هيك بعطيك الشوكولا، طيب هون صار عنده الطفل، أو إذا بتعمل هيك إذا بتهدى بعطيك الأكل الفلاني، هون الطفل صار عنده يربط باللاوعي بين الأطعمة والأكل والشعور بالراحة والهدوء. لما بيكبر
رح يلجأ لهي الخيارات نفسها لمواجهة الحالات العصابية النفسية أو المواقف الاجتماعية، صح. الغضب، القلق، صح. والخجل، فبتلاقي بيميل نحو الأكل. ونحن بعلم التغذية بندرس إنه في أحياناً أشياء سبب النهم هو حالة مثل هي، إنه هو تنفيس عن حالة غضب، تنفيس عن حالة قلق وخجل. الأكل العاطفي. برافو عليك، هو الأكل العاطفي. النقطة الثانية بالسلوك الاستهلاكي هو انتشار الأمراض وخاصة البدانة. البدانة بال2010 تم تعريفها من قبل الأخصائيين واعتبارها جائحة، انتبهي هي جائحة، وحطولها واعتبروها مرض وحطولها معايير للتشخيص مثل بقية الأمراض. هلأ البدانة نفسها كمان هي كمرض أدت إلى زيادة كثير من الأمراض المتعلقة فيها. ففي إحصائيات عالمية مثلا، لو ذكرنا أرقام مع بعض إذا الناس تحب تسمع أرقام، أنه مرض السكري مثلا ارتفع تقريبا الضعف من بين 96 و بين 1996 و 2012، ضاعف مرض السكري. 80% منهم كانوا بالغين مصابين بالنمط الثاني. ليش النمط الثاني؟ لانه هذا بالذات ينشا انه باسبابه في له عوامل وراثيه، ولكن له اسباب اضافيه اللي هي السمنه واعتماد الاكل غير الصحي. صحيح. ارتفع معدل الوفيات بسبب الحوادث القلبيه كمان تقريبا من 2.7 على كل 1000 ل 7.8، يعني احنا عم نحكي تقريبا كمان الضعف، ضعف ونص تقريبا. الوفاة بسبب السكتة الدماغية ارتفعت كمان بحدود الضعف، للمقابل كل 1000 مريض كان يموت 1.6 بسكتة دماغية، صار بحدود 3 لكل 1000 مريض. التوقع الباحثين بعام 2008 انه عدد مرضى السرطان رح يتضاعف خلال عقدين، يعني خلال 20 سنة، وهذا مش بسبب النمو السكاني وزيادة عدد المتقدمين، يعني مو بس سبب لأنه في نمو سكاني فبالتالي راح يزيد عددهم، لكن الأهم هو نمط الحياة غير الصحي اللي عم ينتشر أكثر، من ضمنه التدخين، الإدمان على الكحول، نقص النشاط والبدانة. كل هذه الأسباب عم يعتبروها، والبدانة واحد فيهم، هي عم تؤدي إلى زيادة معدل الأمراض والإصابة بالسرطانات وغيرها. مثل ما شفنا أنه هذا السلوك الاستهلاكي هو مسؤول عن جزء كبير من أمراضنا حاليا. فإذا دكتور، طريقة أكلنا نحن وصغار بتتحول لعادات لها آثار طويلة المدى، وهي العادات حتى ممكن تسبب تغيرات جينية موروثة مننقلها لأحفادنا. يعني حضرتك حكيت عن ازدياد معدل الإصابة بالسرطانات، بالسمنة، بالسكري من النمط الثاني، جلطات بسبب طريقة أكل لنا. بس حتى هي العادات، يعني أو آثار هي العادات، يعني قد تنتقل للأجيال التالية. يعني أنا قريت بنيتشر دكتور بأنه الذكور يلي بيكون عندهم حالة وفرة بفترة ما قبل البلوغ، طبعا الوفرة مش بالمعنى الإيجابي، الوفرة بمعنى الإسراف بتناول الطعام، ممكن تزيد احتمالية الإصابة بالسرطانات عند مش الجيل اللي بعدهم، عند جيل أحفادهم. تخيل قدي مخيف الموضوع. نحن عم ننقل ممارساتنا الخاطئة، آثارها عم ننقلها لأحفادنا. صحيح. في نقطة تانية حابة نوه لإلها كمان حضرتك ذكرتها، اللي هو نوايا الأمهات الإيجابية. كيف ممكن تكون هي نوايا مش بس مهدورة، هي نوايا آثارها سلبية. يعني كتير أمهات للأسف مش بس بيكون الأكل عندهم هو تعبير عن المودة، مرات بيكون سلوك تعويضي. يعني أنا ابني مثلا هو طعميته أكل غير صحي، فأنا بيجي بحط له جنبه يلا صحن سلطة مثلا، أو أي نوع تاني من الأكل الصحي، فأنا بصير في عندي فائض من الطعام. أنا بهي الحالة عم أذي الطفل بأنه عم أدفعه لياكل أكثر. والشغلة الثانية، أنا عم أسلك سلوك لا إنساني غير متعمد، اللي هو أنه أنا عم بذر بالأكل. هذا الأكل وين بدنا نروح فيه بالنهاية؟ ممكن ينكب. طيب دكتور، ضروري نضوي على نقطة، إنه الوفرة يفترض تكون إيجابية لأنه بتعني التنوع، بتعني مغذيات كافية، بس الآثار السلبية اللي ذكرناها مرتبطة بقلة وعينا بعلم نفس الوفرة يلي حكينا عنه.
وبالعادات يلي انفرزت عن علم نفس الوفرة أو عن الوفرة خلينا نقول. لهيك صار الوقت نحكي كيف بدنا ندير هي الوفرة بالشكل الأمثل. وبما أنه رمضان يفترض يكون النموذج المثالي لهذا الشيء، خلينا نبلش بعادات ممكن تطبيقها برمضان أو حتى بغير رمضان. كتير حلو كلامك، كتير حلو وما شاء الله عليك، يعني بتغني الحديث بكتير من المراجع والكلام الصحيح والسليم. حابب أقول شغلة مهمة، بما أنه نحن بالشهر الفضيل، أن المعتقدات الدينية كلها شجعت على عدم التبذير وشجعت على الابتعاد عن إشباع الملذات بصورة مفرطة. يعني هن ما قالوا لا تشبع ملذاتك، وإنما قالوا لا تشبعها بصورة مفرطة. فمثلا الدين الإسلامي بيقول أن الغنى هو غنى النفس ورضا العقل، لا توفر ملذات. بينما بيقول الدين المسيحي إنه حياة الإنسان لا تغنيها وفرة الممتلكات. هدول ديانتين المعروفين واللي لهم يعني وجود كبير بيننا. بينما في عندك البوذية مثلا بتقول إنه تعطش الإنسان للملذات تجعله يحطم نفسه كأنه عدو ذاته. انتبه للجملة، تعطش الإنسان للملذات تجعله يحطم نفسه كأنه عدو ذاته. كونفوشيوس بيقول تتساوى الوفرة والفقر في الخطأ. يا ويلاه، قدي كبير هذا الحكي. كل هاي الأقوال عم بتحثنا أنه ننفق بعقل، نبذر بعقل. يعني حتى سبحانه وتعالى بيقول ولا تكن يدك مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل البسط. هلا شهر رمضان هو شهر العبادات والتواصل مع الله، وكذلك نحن لم نعرف أنه عنا فترة الصيام الأربعين عند الأخوة المسيحيين، وهي كمان فترة أو فرصة للتواصل الروحي العذب مع رب الكون. هلا من نافل القول أنه نقول الإشباع الحقيقي ما رح يكون بإشباع البطن أو بالملذات السطحية، بل بالحقيقة أنه بفترة العبادات هي بالقرب من الله. فالجوع ما بيعني قلة الطعام. أنا هنا عم بختصر الجوع بمختلف الشهوات الأخرى، يعني نحن عم نحكي عن الجوع لكن هو عم نحاول يكون هو ممثلاً عن بقية الشهوات. وبالتالي ما نقول الجوع ما بيعني قلة الطعام، بل أنه نندفع بالاستهلاك بشكل متهور غير متعقل. استهلاك الموارد بخلينا ندرك بيوم من الأيام بأنه نحن حقيقة بلا موارد. الجوع هو دافع للاستهلاك بلا توقف. الجوع ما هو جوع الأمعاء، بل هو بالحقيقة هو الفراغ الداخلي. الفراغ الداخلي أقصى شغفنا للامتلاء، البحث عن ما يرضي داخلنا المنهك والمتعب. برأيي لا يمكن إرضاء الذات المرهقة إلا بالتقرب من الله. هلا هذا على الصعيد الروحي، خلينا نحكي بالصعيد المادي والتصرف والسلوك. يعني احنا حكينا هنيك شيء يعني روحاني، خلينا نحكي روحاني، خلينا نحكي على الصعيد المادي. كيف اتصرف بذكاء؟ هلا بدي استفيد من العروض التوفيرية اللي بتقدمها الشركات، بس انا ما بدي اوقع بالوفرة الصغرى. فبيجي هاي العروض التوفيرية بتقاسمها بين العائلات المتقاربة، جيران، اخوي، اهل، تروحوا بتشتروا العروض وتقسموا بين بعضكم. كتير مهم بدل ما تحطوا ببيتك. كتير مهم هذا الحكي، كتير مهم. تمام. اعتمد الطبخ بالمنزل، وتأكد أنا لما بطبخ الكمية الطبخ اللي قدمتها تكون كافية لعدد الموجودين بالبيت، لا زيادة ولا نقصان، وخليها تكون أقل شوي من الحاجة، ما في مشكلة. أفضل ما أني زيد وكب، لا ينقص شوي مو مشكلة، ما رح يصير شيء. لما بنجي بناكل خلينا نستخدم صحون صغيرة عشان ما حدا يعبي أكثر من حاجته ويرجع يجبر حاله عليهم، لأنه حرام نكبهم طبعا. أو معلش هلقمة مو مشكلة. لما بنطبخ بنقتصر على نوع رئيسي واحد، طبخة واحدة بالبيت هي كافية، ما في داعي نكون على المائدة في أكثر من نوع طبخ. بدنا نبعد عن التبذير دائما بكل أشكاله. هلأ أنا هون في نقطة بدي أضيفها، بدنا ننتبه لوضعنا النفسي لما نروح نشتري أو نتسوق. لازم ما أشتري وأنا بحالة غضب أو توتر. أنا من شوي حكينا أنه أحيانا الإقبال على الشراء بيكون نوع من التعويض النفسي، تعبير من التعويض النفسي. فأنا لازم انتبه أنا رايح أشتري لأني بحاجة هذا الغرض ولا أني عم برضي ذات قلقة ومضطربة. لذلك النصيحة لا تتسوقوا إذا كنتم غاضبين أو متوترين. بدنا ننتبه من حيال المسوقين اللي حكيناها من شوي، أنه مش كل عرض توفير هو توفير. الحقيقة في عروض هي مو توفير، هي حسبها بدقة بتلاقي حالك أنه لا هيك أنا أحسن لي لو عم بشتري كمية، مثل الأسعار يلي بتنتهي بصفر فاصلة تسعة تسعة. تمام. أو أنه والله خد عضوة عائلية أو خد عليها عرض، فأنت بتروح تستهلكهم وبتكبهم، أو بدك تستهلكهم أنت مالك بحاجة لإلهم. بحال وجود أي زيادة بالطعام بيتعامل معها بحرص، يعني دائما معلش الأكل زاد فينا نلفه ونضبه بطريقة سليمة. نعلم أولادنا قيمة الأشياء، طعام أو مواد مهما صغرت كلفتها. لا تخلوهم يستهتروا، لا تخلي ابنك يستهتر بتعبك.
أنت الابن عم يأكل من جناك من عرقك، وبالتالي لا تخليه يستهتر فيه، خليه يتعلم أنه أنت كل لقمة أكل عم يأكلها، كل شغلة عم يحصل عليها تمنى عرق وتعب لازم يشعر فيهن لحتى يقدر فيما بعد لما يكبر قيمة هذا التعب. صحيح. بالمطاعم ما نطلب أكثر ما لازم، لو بعرف أنه الناس يعني عم تكون نوعا ما حاليا بهذا الظرف شوي يعني دايرة بالها، بس نحن من حقنا انه لما يزيد شيء بالمطعم ما نستحي نطلب نلفه برا، ما حدا هي طبعا بالعكس هذا سلوك حضاري يعني للغايه. حقك هذا طبعا، حقك هذا تاخذ اغراضك وانت تتصرف فيهم، ممكن تاكلهم بوقت اخر او ممكن تعطيهم لحدا بحاجتهم طالما نلفه بشكل سليم وجيد. هلا بالنسبه للحفلات والمناسبات وهدول الاماكن، بنقول لازم يكون في تعاون مع جمعيات الخيريه بحيث انه بيتم استهلاك الاكل ضمن المناسبه، اي شيء بيزيد بيتم توضيبه بشكل مناسب ولائق ومحترم لايصاله فيما بعد للناس المحتاج. هي الطريقة إذا اتبعنا هدول المجمل هي النصائح، بعتقد رح نلاقي حالنا وفرنا كتير، درنا بالنا من التبذير، وفرنا مصرياتنا، وحمينا مستقبل أولادنا من حالة ندرة فيما بعد. طبعا طبعا، وأنا بعتقد أنه كل حدا فينا سواء كان بموقع المرفه أو بموقع المقهور رح يستفيد من هذا الحكي. وحاب أقول بالختام أنه أنا والدكتور نبيه كان هدفنا الأول والأخير نخصص هاي الحلقة الرمضانية لنفكر أكثر بالآخرين. شكراً لإلك دكتور على محبتك ولطفك، وشكراً كثير لكم، وبتمنى لكم النجاح الدائم، وأتمنى أن نكون الشيء اللي عم نحكيه مفيد للناس اللي عم يسمعونا. ورمضان كريم وكل عام. بتمنى رمضان كريم للجميع، وعلى أمل نكون معكم بحلقة جديدة. بنتمنى لكم على طول حياة صحية.